في هذه الأثناء وصل ربما حسب ما نتابع الآن رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري. رئيس مجلس النواب اللبناني إذن هذه طائرته قد حلت في مطار شرم الشيخ الدولي للوصول إلى المدينة التي ستستقبل منتدى الشباب العالمي. السيد نبيه بري لا أعلم إذا كان قد وصل إلى شرم الشيخ وهو على علم بهذه التطورات الجارية في لبنان من استقالة السيد سعد الحريري، لكنه ربما يصنف على أنه زلزال حتى وإن كان متوقعا، لكن لبنان عليها الآن أن تعيش فترة من فترات الشغور في مقعد آخر وهو مقعد رئيس الوزراء اللبناني، بعدما عاشت ما يجاوز العامين تقريبا على شغور كان رئاسيا انتهى كما كان يتحدث الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، ويقول إن على كل الراغبين في أن يذهبوا إلى مسار رئاسي عليهم أن يسلكوا طريقا واحدا ينتهي بهم في نهاية المطاف إلى السيد العماد ميشيل عون. جاء السيد ميشيل عون رئيسا للبنان حسب رغبة حزب الله والمتحالفين معه، وجاء السيد سعد الحرير رئيسا للوزراء لكن حكمه لم يدم إلا شيئا يسيرا. هذه طائرة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وقد وصلت ليشارك الرجل في منتدى شرم الشيخ العالمي للشباب. من بين المشاركين حسب ما أفاد مراسلنا الزميل مينا مكرم من شرم الشيخ الرئيس الجابوني علي بونغو والرئيس التشادي إدريس ديبي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. بذكر دولة الإمارات كما تابعنا العاجل الذي ورد قبل قليل، فقد وصل حاكم الشارقة الدكتور سلطان القاسمي إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين.